السلام عليكم، ويا رب تكونوا كلكم في أحسن صحة وحال، وكل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب. عندي شوية نصايح حبيت أقولها لمرضى السكر، خاصة سكر بس أو معاها أمراض مزمنة قبل رمضان، من واقع أسئلة كتيرة جدا وحاجات كتيرة بشوفها وبسمعها في مرضى السكر قبل شهر رمضان أو أثناء شهر رمضان. وأتمنى إن شاء الله تكون النصايح دي مفيدة. عندنا 10 نصايح النهاردة، هقول لكم النصيحة الأولى. النصيحة الأولى: افطر رمضان. لو أنت سنك كبير وارتفاعات كتيرة بتجيلك في السكر، أو هبوط كتير بيجيلك في السكر، أو معاك أمراض مصاحبة للسكر زي أمراض القلب والشرايين، زي أمراض الكلى، زي أمراض الكبد، زي لا قدر الله هبوط عضلة القلب، وإن طبيبك قال لك إن الصيام ممكن يدخلك في مضاعفات أو حاجة زي كده، لأن جسمك محتاج سوائل ومحتاج أدوية أثناء ال 24 ساعة، مفيش داعي إن أنت تقسو على نفسك وتصوم، خاصة إن إحنا عندنا رخصة من ربنا سبحانه وتعالى إن لو أنت مريض ومرضك شديد وإن الصيام هيأثر عليك، فمفيش مشكلة إن أنت تفطر وتكمل عباداتك عادي خالص، وربنا غفور رحيم. دي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، قاعدة دايما أنا شخصيا بعترف بيها وبقولها: في شهر رمضان نسمح بارتفاع في السكر أحسن ما نسمح بهبوط السكر. هبوط السكر حالة طارئة، هتجيب إسعاف للبيت، هتعمل بانيك أو هتعمل حالة من الهلع ليك وللبيت كله، وهتخليك تفطر في النهاية. فأرجوك لو لقيت سكرك مرتفع ارتفاع نسبي في رمضان ما تقلقش قوي، وممكن تكلم دكتورك في التليفون أو تراجعه عشان نحاول نظبط جرعة وسط ترضيك وتظبط صيامك وإن أنت ما تفطرش. وزي ما قلت لك، احنا نسمح بارتفاع شوية في رمضان وما نسمحش بهبوط في رمضان، فما تقلقش قوي لو لقيت سكرك بيرتفع في شهر رمضان، لان كل حاجة بتتغير: مواعيد اكلك، مواعيد نومك، مواعيد اخذ الدواء، مواعيد عملية التمثيل الغذائي، الميتابوليزم في جسمك، كل دوت بيتغير. فلو حصل ارتفاعات معقولة ومحتملة اصبر وكمل، جسمك هيظبط نفسه في العيد ان شاء الله. النصيحة الثالثة اللي عاوز اقولها لك: الغذاء. وجبات كثيرة العدد قليلة الحجم احسن من وجبات قليلة العدد كبيرة الحجم. يعني الوجبة الرئيسية وجبة الفطار ما تجيش تدخل فيها بكل قوة وتاخد وجبة تقيلة جدا بعد أذان المغرب، لأن دوت ممكن يدخلك في ارتفاع شديد وممكن يدخلك في هبوط شديد. فأرجوك خد وجبات، يعني بعد الفطار تاخد تمر، تاخد شوربة، تاخد لبن، تاخد زبادي، وتاخد الجرعة الأولى من علاجك عادي خالص، وبعدها ده يعتبر الفطار أكنه فطار الصبح، تعامل مع فطار رمضان على إنه فطار الصبح. وبعدين في وجبة الغداء اللي هي هتبقى بعد صلاة التراويح مثلا، يبقى الوجبة الرئيسية بتاعتك اللي هي وجبة الغداء، والسحور اللي هو قبل الفجر بشوية هيكون وجبة العشاء بتاعتك، وكده يبقى الموضوع متوازن تماما. فوجبات قليلة الحجم كثيرة العدد هتبقى ممتازة لمريض السكر والغير مريض السكر الحقيقة في رمضان. النصيحة الرابعة: المية. أكبر كمية من المية تقدر تشربها من وجبة الفطار لوجبة السحور اللي هي ما تقلش عن 2 لتر أو 8 كوبايات كبار في الفترة دهيت. وطبعا لو الجو حر وبتاخد أدوية بتفقدك أملاح معدنية، كتر شوية من السوائل في فترة رمضان. وعلى فكرة بصرف النظر عن السكر، رمضان من المواسم اللي بتنتشر فيها الحصوات بتاعت الكلى، خاصة في الصيف نتيجة العرق الكتير وفقد السوائل، فبيحصل ترسبات وحصوات. ودي نقطة تانية مهمة، إنما حاول تشرب مية كتير عشان تقدر تصمد طول فترة صيامك. النصيحة الخامسة: الناس اللي بتاخد إنسولين
بالذات الانسولين البشري اللي هو المخلوط او اللي هو سريع المفعول، خلي جرعتك الرئيسيه الكبيره مع وجبه الفطار، عشان لا قدر الله لو حصل هبوط هتبقى مستيقظ عاده، او اللي حواليك مستيقظين في الفتره من الفطار للسحور، فيقدروا يدولك سكر، يدولك حاجه تحسن الهبوط اللي ممكن يحصل معاك ده، زائد ان انت بتاكل في الفتره من الفطار للسحور، فاحتمالات الهبوط هتبقى اقل. بالنسبه للانسولينات التانيه او شبيه اشباه الانسولين او الانسولينات الحديثه اللي هي برضو حاجات صناعيه وليست انسولين بشري، ما عندكش مشكله ان انت تاخد جرعه مع السحور، وان كنت بفضل برضو ان احنا نتعامل في شهر رمضان مع اي نوع انسولين سواء بشري او غير بشري مع الوجبه الرئيسيه اللي هي وجبه الفطار. النصيحه السادسه، الادويه اللي هي الحبوب خاصه ادويه اللي بتشتغل على تنشيط البنكرياس، في عيله اسمها عيله السلفونيلوريا اللي هي بتنشط البنكرياس، وعاده هي اكتر حبوب ممكن تعمل لك هبوط اكتر من المنظمات زي ماده الميتفوربين او العائلات الحديثه من حبوب السكر، نادرا ما بتعمل هبوط، انما عيله منشطات البنكرياس اللي هي زي الجليبنكلامايد، مش عاوز اقول الاسماء التجاريه، او الجليبيبريد او الجليكلازايد، ديت يفضل انها تتاخد مع وجبه الفطار، عشان برضو لو حصل هبوط نقدر نتداركه، خاصه ان انت صاحي وبتاكل انت واللي حواليك. النصيحه السابعه، الناس اللي ملاحظه انها بيحصل لها ارتفاعات او حاجه في السكر كتير في رمضان، ليهم كامل الحريه بدون الذهاب للطبيب او مراجعته، خاصه مع الجو الحر ومشكله الكورونا، ان هم يتحكموا في جرعه الابر بتاعتهم على حسب، خاصه في الاسبوع الاولاني من رمضان، من حقك كل يوم تزود وحدتين او تقلل وحدتين لحد ما تظبط الجرعه المناسبه ليك في خلال الاسبوع الاول من رمضان، فبسطها خالص واعمل زي ما بقول لك، وليك الحريه بدون استشاره الطبيب في وحدتين فوق او وحدتين تحت، انا بتكلم على الابر بالذات، ان انت تقدر تظبط انسب حاجه ليك، وزي ما قلت لك مسموح بارتفاع في رمضان احسن ما يكون في هبوط. النصيحه الثامنه، اوعى تحرم نفسك من الحلويات او السكريات او النشويات. عمر الحرمان ما ظبط سكر، قلتها وبكررها دايما، الاعتدال هو اللي بيظبط سكر، وقلت الكلمة اللي بقولها دايما، اللي نظره ضعيف بيلبس نظارة ما بيبطلش يبص، بمعنى ان انت لو حرمت نفسك من السكريات والنشويات وخدت علاجك في رمضان هيجيلك هبوط سواء في فترة الفطار او في فترة الصيام، فأرجوك ما تحرمش نفسك، خد كل باعتدال، يعني من حقك تاخد 3 تمرات مع وجبة الفطار، ومن حقك تاخد 3 تمرات مع وجبة السحور، لأن جسمك محتاج سكريات، خاصة إن أنت هتصوم بعدها فترة صيام قد تصل ل 16 أو 17 ساعة. نفس الكلام بالنسبة للنشويات، أنت تقدر تاخد ربع رغيف أو تقدر تاخد 5 معالق رز أو مكرونة نشويات، ما فيش أي مشكلة في الوجبة الرئيسية، إنما لو منعتها خالص دوت هيبقى غلط، وبفكرك عمر الحرمان ما ظبط سكر، وخد بالك إن إحنا بنتحاشى الهبوط السكر في رمضان. النصيحة اللي بعد كده، أعتقد النصيحة التاسعة، إذا كنت بتعمل رياضة خاصة قبل الفطار، قلل مدة الرياضة شوية، على الأقل خليها 50% من اللي أنت متعود تعمله في الأيام العادية، عشان ما يجيلكش حرق سكريات كتير وهبوط في نهار رمضان. وبكرر اعمل رياضة ما عندكش أي مشكلة سواء قبل الفطار أو قبل الفجر في فترة الفطار، بس قلل مدة الرياضة والحرق شوية عشان ما يجيلكش هبوط وتضطر تفطر. آخر حاجة، استثناء الناس اللي بتاخد حبوب سكر من اللي هي بتعمل اضرار للبول، العيله الجديده عيله الاس اش اس ال جي 2، ارجوكم خد الجرعه بتاعتك مع وجبه الفطار مش مع وجبه السحور، عشان ما تفضلش رايح جاي على الحمام
ولا تعرف تنام بعد الفجر ولا تروح رايح جاي على الحمام، فدوت هيأثر على صيامك وهيفقدك برضو سوائل وأملاح معدنية وسكريات كتير، فخدها مع وجبة الفطار. خلينا نتعامل مع وجبة الفطار اللي عند المغرب على أساس إنها وجبة الفطار في الأيام العادية الصباحية. هضيف كمان إن الأدوية مضرات البول العادية بالنسبة لمرضى السكر اللي معاهم ضغط أو معاهم هبوط في عضلة القلب أو معاهم سوائل زيادة في الجسم وبياخدوا أدوية لإضرار البول، خليها زي ما قلت لك مع وجبة الفطار في رمضان اللي هي تعتبر زي الفطار في الأيام العادية عشان مش عاوزين نفقد سوائل كتير. هي دي النصايح اللي أنا جت في بالي وهمني قوي إن أنا أقولها للناس اللي عندها سكر، وخاصة إذا كان سكر بس أو سكر مصاحب بأمراض تانية، اللي حبيت أقولها لكم قبل رمضان. وأتمنى لكم كلكم صحة وسعادة، ويكون شهر خير علينا جميعا، ويتقبل منا ربنا إن شاء الله، وأشوفكم دايما على خير وكل سنة وانتم طيبين.